بيبقى فيه نظام وانضباط، في عوار واضح في اللوائح. ليه؟ علشان الفرق المفروض لما تعمل كده وما فيش رادع، لما تدفعهم 50 60 الف جنيه اللي ينسحب او يقول لك الاسعاف مش موجوده، وتكتشف الاسعاف موجوده في مكان بره، لكن ما ينفعش اللي هو ده طبيعي يعني، شويه الاسعاف كانت موجوده شويه لا مش موجوده، ثم واحنا بنتحرك لقينا الاسعاف جايه بتعمل صوت وموجوده فجاه. موجودة داخل النادي؟ لا موجوده بعد خلاص لما الحكم لغى المباراه، الحكم النهارده كابتن يارا لغت المباراه، ومراقب المباراه حتى كان مستاء جدا، ولا حول ولا قوه، لان في الاول وفي الاخر مش هو المنوط بينفذ اللوائح. اكيد. ولا هينفع فكره الاهداف دي طالما نوت فير، فرق تلعب مع نادي وتخسر عادي، تيجي قدام النادي الاهلي تعمل الاعيب مش حلوه. وكره القدم مبنيه على النزاهه، على المجهود والتعب، الفير لما بلاي تاخد المركز الاول مظبوط، للتعب والمجهود. رقم اثنين، اي فريق غير قادر على مباراه دوري كره القدم السيدات ما يشتركش، وتحافظ على شكلك واسم ناديك. دي نصيحه لوجه الله، طيب. اللي مش الغير قادر ما يجريش اي حد وما يشتركش، النادي تاني يشترك يقدر ينافس. يعني انا بحيي فرقه الجونه بمدربها من خلال قناه النادي الاهلي، لانه جالي بعد المباراه قال لي انا بعلم الولاد اللي هم يكافحوا للاخر، بعلم الولاد اللي ما فيش حاجه اسمها انسحاب، وخسر بسكور كبير، ولكن ده احتراما عندي انا كمسؤول وعند المنظومه. ليه؟ لانه الراجل كمل، قال لي بناته مش هنخرج، هنكمل وهنلعب. طب بس كابتن شادي، انا من خلال متابعتي للمواقع وحتى قريت لك تصريحات قبل البرنامج، انتوا سيارة الاسعاف والصور اللي انا شفتها هي داخل النادي بجوار الملعب ولا المشهد كان ازاي؟ لا، هو حضرتك قبل ما يبتدي اللعيبه كان في اسعاف موجوده بره. اوكي، انا بحكي لك المشهد، ودي الامانه امام الله. بالظبط. جه الماتش يبتدي، الاسعاف مش موجوده، فالحكم مش هيبتدي الا غير والاسعاف ايه؟ طبعا موجوده. اصل مش عارف ال عمال تسمع كلام غريب. احنا كنادي اهلي يعني بنتفرج بنشوف الوضع هيوصل لايه، المباراه مش على الوضع ارضك، على ارض موجود. انبي، فهو المسؤول عن بالظبط. بالظبط. فقاعد بتفرج انا والمدرب، اول حاجه اتقال لنا ان الاداري نسي يكلم الاسعاف، ثم اتقال لنا اللي في حد تعب في الاسعاف اخدته، فبعد نجيب اسعاف ثانيه. حكمت المباراه تمتلك من الخبره، فقعدت مستمع منتظر صدق تمام. فالحكم قالت الكلام ده بيحصل، وشغل واضح اللي مش هيبقى فيه اسعاف عشان ممكن ما يلعبش، ولكن ننتظر. انتظرنا الوقت الرسمي، بالظبط، بنطلع على الباص بتاعنا لقينا اسعاف في الظهر مستخبيه. ياه. هي دي الحقيقه. فطبيعي انا اما بدخل زي ما قلت لك، انا كنادي اهلي لما بندخل حاجه بندخل بنحترم الانديه، بنعمل نظام، بنعمل لوائحنا، بنحاول نوصل للشكل عشان النادي الاهلي مدرسه بيتعلم منها الجميع.